هذا سائل يقول: ما حكم مجالسة الصوفية من الذين يروجون للشرك والدعوة إلى القبور؟ لا يجوز لك تجلس معهم إلا إن كنت تبين لهم وتدعوهم إلى الله، أما تجلس معهم وتسكت ما يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.